اللبنانية بيروت مراسلة الغد كلوديا بيحنا. مرحبا كلودي، ضعينا في أجواء المنتدى، أبرز ما يناقشه والحضور وملفات طاولة المنتدى. في الواقع نعم، هذا المنتدى يناقش كيفية تعزيز فرص الاستثمار في الدول العربية، فرص الإعمار في هذه المرحلة التي تشهد فيها الدول العربية دمارا وتراجعا اقتصاديا كبيرا، أدى إلى ارتفاع نسب البطالة بشكل كبير، إلى تراجع النمو أيضا في شكل كبير، إلى ضآلة فرص العمل والاستثمار في هذه الدول العربية. وكان هناك تأكيد أن هذه الدول العربية في منتصف هذا القرن سوف تكون بحاجة إلى 50 مليون فرصة عمل إضافية. أمام هذا الواقع الصعب كان الخيار بالحديث عن تعزيز التعاون كمثل لهذا التعاون بين الدول العربية. يبحث المؤتمر في شكل خاص بالتعاون، في التعاون المصري اللبناني والاستفادة من التجارب في هذا المجال، ولاسيما الاستفادة من تجربة مصر التي كانت تعاني قبل حوالي 6 سنوات مما يعاني منه لبنان الآن، ولكنها استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية متقدمة عندما كان هناك قرار جريء وموجع كما قال رئيس الوزراء المصري لتحقيق إصلاحات تشريعية وبنيوية في الاقتصاد المصري. كيف يتم عرض التجربة والنقاش حولها كلوديا، التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي؟ سوف يكون هناك جلسات بعد ظهر هذا اليوم يشارك فيها 6 وزراء مصريين مع نظرائهم من الوزراء اللبنانيين للبحث في كيفية تعزيز التجربة والشراكة. ومثلا كان لنا حديث مع وزير الاتصالات المصري الذي قال إن مصر سوف تدعو شبانا لبنانيين للذهاب إلى مصر والاطلاع على تجربة المصرية في مجال الاتصالات، لأن مصر أحرزت تقدما في هذا المجال فيما لبنان يعاني من مشاكل كثيرة في الاتصالات. أيضا سيكون هناك كلام في موضوع الكهرباء، في موضوع الاستفادة من الثروة النفطية والغازية من أجل تعزيز هذا الأمر. لماذا؟ لأن المشاركين في هذا المؤتمر تحدثوا أيضا عن تجربة الحزام والطريق، هذه التجربة التي لجأت إليها الصين وهي تسعى لتعزيز اقتصادها وتعزيز نموها لكي تصبح من القوى الاقتصادية الأكبر في العالم. قررت الصين ذلك وسعت إلى ذلك بعمل دؤوب، وهذا هو مطلوب من الدول العربية، أن يستمر، أن يكون هناك عمل دؤوب، أن يتم إبعاد السياسة عن الاقتصاد من أجل تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية لم يعد العالم العربي يحتمل ألا تكون موجودة. أشكرك جزيلا جزيلا الشكر مراسلة الغد كلوديا بحنا، كنت معنا من بيروت.